بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. أسباب نجاة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي هذه الليلة، ليلة الخميس 15 من شهر ذي القعدة من سنة 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جامع الإمام عبد الله بن سعود رحمه الله تعالى بمدينة الرياض بحي السويدي، وأصالة عن نفسي ونيابة عن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السويدي، وكذلك نيابة عن جماعة هذا الجامع، نرحب بفضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي أجاب الدعوة في وقت أحوج ما تكون فيه الأمة إلى الالتقاء بعلمائها والالتفاف حول ولاة الأمر فيها، وقبل ذلك الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خروجا من الفتن القائمة، ودحرا للعدو المتربص، وكشفا للشبهات التي ربما تكون في أذهان بعض المسلمين. فحي هلا بالشيخ، وحي هلا بهذا الجمع المبارك، والجميع أشوق ما يكونون إلى الاستماع لفضيلة الشيخ وإخوانه من العلماء. فشكر الله للجميع وبارك في الجهود ورد كيد الأعداء وجمع الكلمة على التقوى، إنه تعالى خير مسؤول. وأترككم مع فضيلة الشيخ، جعلنا الله تعالى جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عنوان المحاضرة: أسباب نجاة الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حكمته أجرى الامتحان والابتلاء على بني آدم من أول الخلق إلى آخره. أولهم أبوهم آدم عليه السلام، وما جرى له من المحنة والابتلاء مع عدوه إبليس الذي حسده وتكبر عليه، ماذا حصل لآدم عليه السلام وزوجه حواء عليها السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى وفق الأبوين للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب الله عليهما، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم، لكن بعد الابتلاء والامتحان. وكذلك توالت المحن على بني آدم عبر القرون بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم من الكفار والمنافقين شياطين الإنس والجن،
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، كفى بربك هاديا ونصيرا. ولكن الرسل وأتباعهم من المؤمنين ثبتوا على الحق فأنجاهم الله سبحانه وتعالى. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ننجي رسلنا والذين آمنوا. غير الرسل لا ينجو إلا بالإيمان. ثم أكد ذلك بقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بهذا الوصف، وصف الإيمان. فإذا تمسك المؤمنون بإيمانهم وثبتوا على دينهم نجاهم الله سبحانه وتعالى من الفتن، وجعل العاقبة لهم على مدار الأزمان إلى أن تقوم الساعة. والدنيا دول، والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وهذه حكمة الله جل وعلا من أجل أن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا نعجب في هذه الأيام من تطاول الكفار والمنافقين على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام، لا نعجب، هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. لا نعجب إذا حصل للمسلمين في هذا الزمان من أعداء الله من الكفار اختلاف توجهاتهم ونحلهم، ومن المنافقين والذين في قلوبهم مرض من الذين يدعون الإسلام، أن حصل على المسلمين ما ترونه وتسمعونه من الابتلاء والامتحان، ولكن لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب، والعاقبة للمتقين. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي الآية الأخرى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بهذا الشرط الصبر والثبات وعدم التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار والمنافقين مهما كلف الأمر ومهما بلغ الثمن، لا بد من الثبات ولا بد من الصبر، كما قال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا
وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر واليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أما بدون صبر وبدون يقين فإن الإمامة صعب منالها. ونبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وعظ الناس كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أوصانا بتقوى الله، وهي كلمة جامعة تجمع خصال الخير كلها. والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، وقاية تقيك من المحذور، تجعل بينك وبين الرمضة وقاية تقي رجلك، وبينها وبين الشوك وقاية، تجعل بينك وبين السلاح وقاية تقيك منه، تجعل بينك وبين الحر والبرد وقاية تقيك منه. هذا في الأمور المحسوسة. وكذلك تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وبين النار وقاية بتقوى الله جل وعلا، بفعل أوامره وترك نواهيه. لا يقيك من عذاب الله ومن غضب الله ومن النار، لا تقيك الدروع والحصون والجنود والثياب، وإنما يقيك تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. من أسباب النجاة أن الأمة تطيع وتسمع لولي أمرها حتى يكون لها جماعة، يكون لها دولة، يكون لها قوة، يكون لها جنة تتقي بها الأعداء. الجماعة والاجتماع بين المسلمين: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تتم الجماعة إلا بقيادة، إلا بإمامة. ولا تتم الإمامة والقيادة إلا بسمع وطاعة، إلا بسمع وطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية الله. وإن تأمر عليكم عبد، مهما كان هذا الأمير، حتى ولو كان ليس له نسب عربي ونسب قبلي، ولو كان عبدا مملوكا أو معتقا أو ليس له نسب عربي، العبرة ما هي بالنسب، العبرة بالمنصب، العبرة بالمنصب. فولي الأمر يطاع، ولي أمر المسلمين يطاع مهما كان، لأن هذا من مصلحة المسلمين، من جمع الكلمة السمع والطاعة.
السمع لولي الأمر وطاعة ولي الأمر، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. فهو لا يطاع في المعصية، لكن يطاع فيما عدا المعصية. ليس معنى أنه إذا أمر بمعصية إننا نخرج عليه ونشق العصا، لا، لا نطيعه في تلك المعصية، ولكن نطيعه في الأمور الأخرى التي ليس فيها معصية. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يكون في المستقبل، وأن الأمة بحاجة إلى هذه الوصية، وهي السمع والطاعة لولي الأمر. فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا سبب آخر من أسباب النجاة. السبب الأول السمع والطاعة لولي الأمر ولأمر المسلمين. السبب الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. تمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: اختلافا كثيرا، وليس اختلافا يسيرا، وإنما هو كثير وكثير. ولا ينجي الأمة من هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون، بل وما كان عليه المهاجرون والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا السبب الثاني، وهو التمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل اختلاف وافتراق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة، أكثر من الأمم السابقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فلا ينجي من فتنة الاختلاف في كل وقت، ولا سيما في آخر الزمان، لا ينجي إلا تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. هذا هو الذي ينجي من النار. ولذلك سميت فرقة أهل السنة والجماعة، سميت الفرقة الناجية، الناجية من أي شيء؟ من الفتن، والناجية من النار يوم القيامة هي الناجية، وما عداها فإنه لا ينجو، كلها في النار إلا واحد، كلها في النار لمخالفتها وافتراقها، إلا من ثبت، إلا من ثبت على الحق. ولا يحصل الثبات على الحق وعلى سنة الرسول والصحابة إلا بالعلم النافع. كيف تثبت على شيء وأنت تجهله؟ لابد نتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه حتى نثبت عليه ونتمسك به. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يطلب من الرسول أن يبين له ما يحصل من الشر،
في المستقبل حتى يكون على علم منه وحتى يسلم منه. وهذا لا يحصل عفوا، لا يحصل إلا بالعلم. أسأله تعلم هاي، أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلما بين له صلى الله عليه وسلم ما يحصل بعده من الاختلافات المتكررة، قال له حذيفة: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا تذهب مع الفرق، تطير مع الفرق الطائشة، بل عليك بالثبات، عليك بالتأني، عليك بالفقه في دين الله، عليك بالنظر إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتأخذ به، عليك بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين وتكون مع جماعة المسلمين. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، ما دام ليس لهم جماعة ولا إمام ثابتون على كتاب الله وسنة رسوله فاعتزلها كلها، لأن كلها على ضلال ولا تكن معها. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت. أما ما دام يوجد للمسلمين جماعة وإمام فلا تنفرد، كن مع المسلمين، مع جماعة المسلمين حتى تنجو وتسلم. كذلك من أسباب النجاة التمسك بعقيدة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وتجنب الشرك، تجنب الشرك الأكبر والأصغر، هذا هو أصل العقيدة وهذا هو أصل النجاة من النار من تمسك به. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا، الإيمان هو التوحيد بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم، يعني بشرك، لأن الشرك إذا خالط التوحيد أفسده، لا يستقيم التوحيد مع وجود الشرك أبدا، ضدان لا يجتمعان، لا يجتمع توحيد وشرك أكبر. أما شرك أصغر يمكن، لكن توحيد وشرك أكبر لا يمكن أن يجتمع أبدا. ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما أشكلت هذه الآية على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك. أما سمعتم قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم في هذه الآية الشرك، فمن سلم من الشرك حصل له الأمان في الآخرة والدنيا، وحصلت له الهداية، الهداية بأن يكون على الحق. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا، شوف، آمنوا وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
بهذا الشرط. لا تحصل هذه المطالب العظيمة إلا بهذا الشرط: يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فإذا حصل هذا الشرط وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه حصلوا على هذه الوعود الكريمة من الله سبحانه وتعالى: يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. مقاصد عظيمة لا تحصل إلا بالتوحيد، وهو عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سوى. هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وكذلك تجنب البدع، لأن البدع بريد الشرك، البدع بريد الشرك، توصل إلى الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل بدعة وكل ضلالة في النار. فكما نتجنب الشرك نتجنب البدع، وتجنب الشرك هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سوى، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ومعنى محمد رسول الله ترك البدع، لأن الرسول هو الذي جاءنا ببيان الحق والدين، فنحن نعبد الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ترك شيئا لنا فيه خير إلا بينه لنا، وما ترك شيئا فيه شر إلا بينه لنا عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم أسباب نجاة الأمة، تمسكها بالعقيدة، تمسكها بالتوحيد، تجنبها للشرك، تجنبها للبدع والمحدثات. هذه أسباب، من أسباب، من أعظم، بل هو الأصل، أصل الأسباب هو التوحيد وتجنب الشرك وتجنب البدع والمحدثات في الدين. وكذلك من أسباب النجاة، نجاة الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعظم أسباب نجاة الأمة. فما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودين فإن الأمة تنجو، وإذا تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكت، كما ذكر الله لنا في قصة بني إسرائيل لما اعتدوا في السبت، لما اعتدوا في السبت ونهاهم الصلحاء عن عدوانهم فلم يمتثلوا، وسكت جماعة من الصلحاء لم ينهوهم، بل قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. اعتدوا في أي شيء في السبت؟ في يوم السبت على صيد الحيتان، فقد نهاهم الله عنه، لكن احتالوا عليه بوضع الشباك التي تمسكه لهم إلى يوم الأحد، ثم يأخذونه يوم الأحد ويظنون أنهم ما اعتدوا، عملوا حيلة على حرمات الله. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. هذا من الابتلاء، يوم السبت تكثر الحيتان يشوفونه فتغريهم بالصيد، ابتلاء وامتحان. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ابتلاء وامتحان. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا،
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ما قبلوا النصيحة، نسوا ما ذكروا به، لم يقبلوا النصيحة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلم ينجوا إلا الذين أنكروا المنكر، فلا نجاة لهذه الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين لا يأمرون ولا ينهون، شبههم صلى الله عليه وسلم بقوم استهموا على سفينة. استهموا يعني اقترعوا، عملوا القرعة، أيهم يكون في أعلى السفينة وأيهم يكون في أسفلها. استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفل السفينة لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا. سفاهة، يخرقون السفينة وهي في عباب البحر، لو خرقنا في جانبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. ما هم راجعين إلا أهل العلم وأهل الفضل وأهل التقى، بل يبون يمشون على رأيهم. وهذا مثل من وقع في المنكر. قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله وهم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها وهم الذين يعملون المنكرات، كمثل قوم استهموا أي اقترعوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، هذا هو الطيب هو الزين، وأصاب بعضهم أسفلها. وكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء يصعدون ويأخذون الماء من فوق، فقالوا ما هو لازم نرجع ونؤذي من فوقنا، نخرق في نصيبنا خرقا ونأخذ الماء من عنده. فلما خرقوه، يعني لو خرقوه لغرقت السفينة بالجميع. فإذا أخذ الذين في أعلى السفينة على يد الذين في أسفلها ومنعوهم من الخرق نجوا جميعا، ولو تركوهم يخرقون لهلكوا جميعا. كذلك هذا مثال واضح أن أهل المعاصي وأهل الفجور وأهل الشهوات لو تركوا لأهلكوا الأمة، فلا بد أن أهل الحلم وأهل الرأي وأهل الدين لا بد أن يأخذوا على أيديهم حتى ينجو المجتمع كله من عذاب الله. فإن تركوهم في المعاصي والمخالفات والشهوات هلك الجميع، الصالح والطالع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. العقوبة إذا نزلت على العصاة فإنها تأخذ الصالح والطالح، إلا من أنكر فإنه ينجو، وأما من لم ينكر فإنه يهلك ولو كان صالحا، يهلك مع الهالكين، كما سمعتم في قصة أصحاب السبت الذين سكتوا ما ذكر الله عنهم شيء، إنما ذكر الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. أما الفريق الثاني اللي قالوا لا، لماذا تنصحون، اتركوهم، الله جل وعلا سكت عنهم، فلا يدرى هل هم مع الناجين ولا مع الهالكين، والظاهر أنهم مع الهالكين. ولما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سبب اللعنة أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه،
فلعنهم الله جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. كثير من الناس يلقون بالمسؤولية على غيرهم بالأمر بالمعروف، يقولون الشرها على فلان، فلان هو اللي الهيئة فلان. نعم الهيئة عليها، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها واجب عظيم وهذا عملها، لكن أيضا أنت عليك مسؤولية، كل مسلم عليه مسؤولية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما أن تقول إن هذا ما هو علي، هذا على الهيئة فقط، وتدلس تكون مع الناس ولا تنكر ولا تنهى ولا تنصح ولا تدعو إلى الله ولا تعظ ولا تذكر، هذا هلاك، هذا هلاك. من لم يستطع فبلسانه، من لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم أنت عليك واجب أيضا، عليك أهل بيتك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الهيئة ما تدري عن اللي ببيتك، ولي الأمر ما يدري عن اللي ببيتك، أنت المسؤول عما في بيتك من النساء والأولاد والضيوف، أنت المسؤول، لأن الناس ما يدرون عن اللي ببيتك فأنت المسؤول. قد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير راع ومسؤول عن رعيته، صاحب البيت راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشترك، لا يعفى عنه مسلم، لكنه بحسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، صاحب البيت يغير باليد، له اليد على أهل بيته، له اليد على أهل بيته، الله أعطاك اليد على أهل بيته، تغير بيدك، تخرج المنكر من بيتك، تضرب، تؤدب في بيتك، ولا أحد يعترض عليك لأنك راع على أهل بيتك. تقول: لا هذا على الهيئات، خلي بيتك يخرب وتقول هذا على الهيئات، هذا غلط عظيم. فعلى المسلمين أن يقوم كل منهم بما ولاه الله، فراعي البيت مسؤول عن أهل البيت، مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته وما فيها من أسرة التدريس والطلاب مسؤول عنهم، مدير الإدارة مسؤول عن الموظفين الذين يتبعون، كل واحد عليه مسؤولية، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إن كل يسكت ويدلس ويقول الشرها على فلان، لا يا فلان، نعم عليه مسؤولية، لكن أنت عليك مسؤولية، أنت عليك مسؤولية، فلا بد من هذا الأمر. هذا هو سبيل النجاة للأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوم كل واحد من المسلمين بما يستطيع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتركه وهو يستطيع أبدا، حتى ولو في قلبه. ما أحد يعجز أن ينكر المنكر بقلبه أبدا، يعني يكره المنكر ويبتعد عنه ويبتعد عن أهله، ما أحد يعجز عن هذا. نعم يعجز عن اليد، يعجز عن اللسان، لكن القلب ما أحد يعجز عن إنكار المنكر بقلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس بمؤمن، ليس في قلبه ولا حبة خردل من الإيمان.
إذا رضي بالمنكر ولم ينهى عنه ولم يكرهه بقلبه ليس فيه إيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذه أسباب مجملة، أسباب النجاة، نجاة الأمة. أولا السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، ثانيا التمسك بالكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسب استطاعته ومقدرته، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك من أسباب نجاة الأمة أيضا التآخي والمحبة بين المسلمين، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تناصح بين المسلمين، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المحبة بين المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الإصلاح بين المسلمين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك من أسباب نجاة الأمة زوال البغضاء بينها وزوال السخرية بعضهم من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه أسباب النجاة، أن يكون المجتمع نزيها متحابا فيما بينه، لا يغش المسلم، لا يغش أخاه في المعاملة، ولا يخدعه في البيع، ولا يخطب على خطبته، ولا يبع على بيعه، ولا يشتري على شرائه، يحترم أخاه المسلم، أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا هذه أسباب النجاة، أن تسود المحبة بين المسلمين، والتناصح، تآمر بالمعروف، تناهي عن المنكر، تعاون على البر والتقوى، هذه أسباب النجاة. وقال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فأولها بما لصلح، صلح بالإسلام والاستقامة على الدين، كذلك آخرها لا يصلح إلا بهذا الشيء، إلا بما أصلح أولها. أما إذا انفصل آخر الأمة عن أولها حصل الهلاك،
كما يقول دعاة الضلال الآن، يقولون هالأوامر وهالنواهي هذه إلا اللي راحوا للأولين، ما تصلح بها الزمان، الولا والبرى ما يصلح بها الزمان. يعني القرآن انتهى عند هؤلاء الطغاة، ما يعمل بها الآن، نحتاج إلى دين جديد، نحتاج إلى نظام جديد. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العالمين ورسولا إلى أن تقوم الساعة، هو رسول رسالته قائمة باقية إلى أن تقوم الساعة، ودينه باقي إلى أن تقوم الساعة، وكامل وشامل لكل زمان ومكان. أما اللي يقولون لا هذه أمور انتهت، هذه أمور في الزمان الأول، أما نحن الآن عالم جديد نحتاج إلى نظام جديد وإلى، فهذا قول أهل الباطل وهذا قول المنافقين اللي يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هذه مقالتهم، هم اللي يقولون مثل هذه المقالة، الذين يدعون الإسلام فإذا جاءت الفتن والمحن ظهر نفاقهم وظهر ما في صدورهم، فهؤلاء لا عبرة بهم ولا يلتفت إليهم ولا يصغى إلى كلامهم، وعلينا أن نمضي على طريق الحق والصواب والسنة، وإن استهزأ بنا من استهزأ أو سخر منا من سخر أو تكلم فينا من تكلم أو تنقصنا، ما علينا، نحن نسير على طريق واضح وعلى طريق بين، كتاب الله وسنة رسوله. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه كلمات أحببت أن أقولها، والموضوع واسع ويحتاج إلى كلام أكثر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني حسب الاستطاعة. والحر تكفيه الإشارة، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ ما تفضل به من هذا الكلام الطيب، ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، إنه تعالى خير مسؤول. نستأذن فضيلتكم في عرض كثير من الأسئلة التي تخترج في صدور الحاضرين وهم بحاجة إلى توجيهكم، شكر الله سعيكم. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة الطعن واللمز في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولم تسلم أيضا كتب الدعوة السلفية كالدرر السنية وغيرها، حتى قيل إن هذه الكتب هي سبب البلاء والمحن وأنها من وراء التفجير والتكفير، فنرجو من فضيلتكم البيان والرد وفقكم الله. نعم، أنا قلت لكم إن الابتلاء والامتحان مستمر إلى أن تقوم الساعة. الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. النبي له أعداء، فكيف بغيره؟ كيف بغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما جاء ليرضي الناس، وإنما جاء ليرضي الله سبحانه وتعالى، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الشيخ ما جاء ليرضي الناس، إنما جاء ليرضي ربه، وهو داع ومصلح، ونفع الله بدعوته، ونشأت عليها أجيال من المسلمين عاشوا عليها وماتوا، قامت عليها دولة ودول متوالية، فهي دعوة صالحة، لأنها دعوة
لأنها دعوة تتوخى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد ومصلح. ولا نستغرب إن المنافقين والكفار والملحدين يتكلمون في دعوة الشيخ، تكلموا في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلموا في دعوة الرسل كلهم، تهموهم بأنهم يريدون الرياسة وأنهم يريدون الكبرياء في الأرض وأنهم سحرة وأنهم كما ذكر الله في القرآن. فلا نستغرب أن يكون لهم ورثة الآن، يكون لهؤلاء المجرمين ورثة الآن يغصون بدعوة الخير ويدمون دعوة الخير، لأنهم يريدون أن يفسحوا المجال للشر. ولكن وقفت في نحورهم هذه الدعوة وهذه الكتب المفيدة، وقفت في نحورهم، حجر عثرة في نحورهم، فهم لا يريدونها. والأمم السابقة، الكفار من الأمم السابقة تطيروا بالأنبياء وقالوا ما أصابنا الشر إلا بسبب الأنبياء. نعم، تطيروا بموسى عليه السلام، تطيروا بأنبيائهم، تطيروا بصالح عليه السلام، إنا تطيرنا بكم. والله جل وعلا ذكر عن ثمود أنهم تطيروا بصالح عليه السلام، وكذلك أصحاب ياسين تطيروا بالرسل، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. مش معنى تطيرنا بكم يعني ما أصابنا الشر إلا بسببكم، نفس الشيء. ولا يقول ما أصابنا الشر إلا بسبب الدعوة وبسبب كتب التوحيد والعقيدة، هي سبب الشر. يقولون تطير، هذا تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، تطيروا بمحمد صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا ذكر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يقول للرسول هذه من عندك السبب، ما أصابنا السيئة إلا بسبب سببك يا محمد. هذا ما هو بغريب، ما هو بغريب أبدا إن الكفار والمنافقين والملاحدة إنهم يذمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويذمون كتب أهل السنة والجماعة. لهم سلف من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لن يضروا إلا أنفسهم والحمد لله، والحق باقي رغم أنوفهم، والدعوة دعوة الشيخ واضحة ولله الحمد، ما فيها لبس، واضحة ما فيها غلو، بل هو ينهى عن الغلو. أليس في كتاب التوحيد يقول باب ما جاء في أن الغلو للصالحين يصير قبورهم أوثانا تعبد من دون الله؟ قال هذا رحمه الله، عقد بابا ينهى عن الغلو في الصالحين، وجاب قصة قوم نوح لما غلوا في الصالحين، فهو ينهى عن الغلو، ينهى عن التطرف اللي يسمونها التطرف، ويأمر بالاعتدال والاستقامة، لأنه مجدد جاء بتجديد هذا الدين، فهو كغيره من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة يجددون لهذه الأمة أمر دينها كما جاء في الحديث. وأنتم تظنون أن أهل الشر سيمدحون الشيخ أو يثنون عليه أو على كتبه؟ أبدا، ما نتوقع منهم هذا، ما نتوقع منهم إلا الذم. وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. هذا يدل على فضل الشيخ رحمه الله، حيث غاض هؤلاء المجرمين وأحرج صدورهم، هذا الدليل على فضله رحمه الله. نعم. يقول لي جار نصراني، هل يجوز أن أدعوه إلى وليمة قد قمت بدعوة أقربائي لها، علما أني دعوته ليرى حال المسلمين وقوة رابطتهم وصلتهم لأرحامهم أملا في دخوله للإسلام؟ لا بس تدعو الكافر لأكل الطعام
وتجيب دعوته إذا دعاك لأكل طعام وهو جار لك أو قريب من بيتك، لا بأس بذلك. مسألة أكل الطعام وإجابة الدعوة ما هي من الموالاة، هذا من التعامل الدنيوي، وربما يكون وسيلة للدعوة، لا سيما إذا كان جارا لك فله حق ولو كان كافرا. قال الله جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالجار على ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، يعني الذي بينك وبينه قرابة، له حق القرابة، حق الجوار، وحق الإسلام. وجار له حقان، وهو الجار المسلم الذي ليس من أقاربه، له حق الإسلام وحق الجوار. وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار. نعم. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لفضيلة الشيخ في إجابته لدعوته وهذا البيان والإيضاح، ونشكر لكم حضوركم، ونشكر المكتب التعاوني بالسويدي ترتيبه هذه المحاضرة وغيرها من الدروس والمحاضرات. نسأل الله تعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.